سير بقوم النوم على عياط سريخ وزن واصوات وفضل بطبق انا وموتهم لحد ما يناموا البهوى لبن وحفظات ولبس قاعد في بيتي سجن حبس وخبطتين في الراس دي توجع صبرني يا رب ياللي مطلعين عنا انا وامك ويا ولاد الايه يا حتة مننا كل اللي عشانكو يهون ولا تغلاش حاجة عليكم ده انتو رزقنا ياللي مطلعين عنا انا وامك ويا ولاد الايه يا حتة مننا كل اللي عشانكو يهون ولا تغلاش حاجة عليكم ده انتو رزقنا في هدوء باشا آدم راسي وقوق آدم عارف بيعمل ايه كويس وده خلقه ضيق عصبي ومودي اوعى تضايقه بعد حرص آدم آسر سي آدم سي آسر في هدوء باشا آدم راسي ووقوق